نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، والبداية بالعناوين. مصر تشيع ضحايا التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، والحكومة توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، والفصائل الفلسطينية تؤكد أن قرار الحسم في المخيم لا عودة عنه. وسلطات الاحتلال تشدد إجراءات الأمن عند المعابر مع الضفة الغربية، وسقوط قذيفة أطلقت من سيناء على جنوب الأراضي المحتلة. أهلا بكم. شيعت مدينتا طنطا والإسكندرية المصريتين جثامين ضحايا التفجيرين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس وكنيسة مار مرقس، والذين وصل عددهم إلى 44 قتيلا. إلى ذلك أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على قرار رئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من ظهر اليوم، ويتولى الجيش والشرطة بموجب حالة الطوارئ اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، وفق ما جاء في بيان الحكومة المصرية. أسبوع الآلام المسيحي تمتد أهاته في كنائس مصر. جثامين مسجات عند المذبح وأخرى تحملها الأكتاف، فقد بدأت مراسم تشييع الضحايا الذين سقطوا في التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية. هناك من يتحدث عن 44 قتيلا، وهناك من يؤكد أن العدد ربما يكون أكثر من ذلك. في الشوارع سرعان ما بدأت الإجراءات الأمنية التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر تأخذ محلها. مدرعة هنا، انتشار لعناصر الجيش هناك، وبينهما أعين تترقب القدم. احنا بنعلن حالة الطوارئ مش أبداً. الإجراءات التي أعلن عنها السيسي حظيت بموافقة الحكومة، ولكن تنتظر أيضا أن تعرض على البرلمان للمصادقة عليها، وهو أمر يبدو مفروغا منه. السيسي وعقب اجتماعه بما يعرف بمجلس الدفاع الوطني، والذي يضم رئيس الوزراء والبرلمان ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وقادته بالإضافة إلى وزير الخارجية، قرر كذلك إنشاء مجلسا أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب، يعطى صلاحيات تمكنه من تنفيذ المطلوب من توصيات لضبط كافة المواقف إعلامية كانت أو قضائية أو قانونية أو حتى تلك التي تتعلق بالخطاب الديني. أفادت مراسلتنا بتجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، تركزت في حي الطيري معقل مسلح مجموعة بلال بدر. ونقلت مراسلتنا عن قيادات في الفصائل الفلسطينية قولها إن قرار الحسم في المخيم لا عودة عنه، وإن العملية العسكرية ستستأنف فور إصدار الأمر بذلك. وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قد أفادت باندلاع حريق ليل أمس في أحد المنازل، وأدت الاشتباكات من اندلاعها بين حركة فتح والجماعة السلفية إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 35 آخرين. من أطراف مخيم عين الحلوة تنضم إلينا مراسلتنا جويس الحاج خوري. إذن جويس، مع هذه الاشتباكات هل هناك أي تحركات تقوم بها قوى وفصائل فلسطينية تعمل على خط التهدئة بين الأطراف المتصارعة؟ ليس هناك من تهدئة. الاتصالات التي تجري والتي تقودها بشكل أساسي عناصر من شعبة من الأنصار داخل هذا المخيم هي فقط لإقناع بلال بدر من جهة بوجوب تسليم نفسه وجماعته، ومن جهة ثانية محاولة إقناع الفصائل الفلسطينية والقوى المشتركة بالحل الذي اقترحه بلال بدر والذي
يقضي بتواليه عن الأنظار مع مجموعته، ولكن حتى هذه الساعة لم تؤدي هذه الاتصالات إلى حل نهائي، خصوصا وأن الجيش اللبناني ومخابرات الجيش اللبناني تصر على تسليم بلال بدر ومجموعته، وهذا ما أعيد تأكيده من قبل مخابرات الجيش اليوم للفصائل الفلسطينية من خلال اتصالات أجريت مع قادة هذه الفصائل وهذه المجموعات الموجودة في مخيم عين الحلوة. منذ دقائق فقط عادت هذه الجبهة لتشتعل بين مجموعة بلال بدر من جهة والقوة المشتركة من جهة ثانية. نسمع أصوات القذائف التي تطلق، الأسلحة الثقيلة دخلت اليوم ومنذ بعض الوقت تحديدا على خط المعركة أو الجبهة التي تدور فيها الاشتباكات. القصف كان مركزا منذ بعض الوقت في هذه المنطقة، وتسمع أصوات القذائف إلى مكان تواجدنا هنا بالقرب من مخيم عين الحلوة. كذلك الرصاص الذي يطلق يصل البعض منه إلى هذه النقطة هنا. اشتدت الاشتباكات كما ذكرت في مخيم عين الحلوة في هذه الأثناء، وربما يكون ذلك انذار بأن الهدنة أو الوقت المستقطع، وقت التفاوض قد انتهى والحسم العسكري هو الحل. كنا التقينا العديد من قادة الفصائل الفلسطينية اليوم هنا في منطقة صيدا. الجميع يؤكد أن لا حل إلا بتسليم بلال بدر نفسه مع المجموعة التي ينتمي إليها، لأن المخيم لم يعد يحتمل ظاهرة بلال بدر الموجود داخل هذا المخيم، والذي على أي حال لا يسيطر سوى على جزء، على بقعة صغيرة جدا، وإنما هو يشكل حالة خوف لدى الجميع داخل هذا المخيم، وممارساته لم تعد يعني مقبولة، خصوصا وأن التصفيات التي يقوم بها ليس لها مبرر في داخل مخيم عين الحلوة. كما ذكرت إذن القصف لا يزال مستمر، تجدد منذ بعض الوقت وبشكل مكثف، تستخدم الأسلحة الثقيلة وتسمع إلى هذا المكان. يبدو أن الليلة ستكون ليلة صعبة على المخيم الذي نزح منه وتحديدا من حي الطيري عشرات العائلات إلى المسجد المجاور لأحد مداخل مخيم عين الحلوة، خوفا من تطور الوضع هناك، خصوصا وأن تقدم القوة المشتركة داخل حي الطيري بات أمرا طبيعيا ومحسوما لجهة سيطرتهم على العديد من النقاط داخل هذه المنطقة. من أطراف مخيم عين الحلوة مراسلتنا جويس الحاجوري، شكرا جزيلا لك على مجمل هذه التفاصيل. شهد المسجد الأقصى منذ صباح اليوم واجهات جديدة من اقتحامات المستوطنين من باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية. تزامن ذلك مع تشديد سلطات الاحتلال من إجراءات الأمن عند المعابر مع الضفة الغربية المحتلة. هذا ونفذت مجموعات المستوطنين جولات استفزازية في المسجد الأقصى وسط رقابة مشددة من حراس المسجد الذين انتشروا بكثافة في رحابه لإحباط أي محاولة لتدنيس حرمته وقدسيته. هذا وأبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 23 فلسطينيا عن المسجد الأقصى في القدس الشرقية قبيل احتفالات عيد الفصح اليهودي التي تبدأ اليوم الاثنين وتتواصل لمدة أسبوع كامل. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن مسلحين أطلقوا صاروخا من سيناء على جنوب إسرائيل دون وقوع أي إصابات. يأتي هذا بعد أن أعلنت السلطات الإسرائيلية قرارا بإغلاق معبر طابة الحدودي إلى مصر في أعقاب تحذير مكتب مكافحة الإرهاب من هجوم وشيك هناك، وذلك قبل ساعات من بدء عطلة عيد الفصح اليهودي، حيث تكون سيناء مقصدا شعبيا للعديد من الإسرائيليين. قال رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة راجي السوراني إن العام 2016 كان الأسوأ من حيث حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. واستعرض السوراني بعض ما جاء في تقرير أعده المركز يرصد حالة حقوق الإنسان والانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون من جهة الاحتلال والسلطة الفلسطينية في الضفة وغزة، مشيرا إلى أن الحصار يعد عقوبة جماعية، وأن غياب محاسبة الاحتلال وردعه أمام أو أمر غير موجود ويدفعه لمواصلة انتهاك القانون وأعرافه. أن هذا العام والذي يصادف الذكرى 50 للاحتلال الإسرائيلي هو العام الأسوأ بامتياز
أكثر قهرا وقمعا وانتهاكا وجرما بحق الإنسان الفلسطيني. الانقسام وبهتان النظام السياسي الفلسطيني كلاهم قاد إلى حالة لا يمكن إلا أن تكون محصلة لهذا الأمر، وهي التفرد في السلطة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ونشطاء إن طائرات حربية سورية أو روسية أسقطت قنابل حارقة على مناطق في محافظتي إدلب وحماة بعد أيام من هجوم مميت بالغاز في المنطقة. وقال المرصد السوري الذي مقره بريطانيا إن طائرات روسية استخدمت مادة حارقة تسمى الثيرميت في قنابل أسقطتها على بلدتي سراقب في إدلب واللطامنة في حماة إلى الجنوب منها يوم السبت أو يومي السبت والأحد. ونقلت وكالة رويترز عن رجل إنقاذ في سراقب قوله إن الطائرات حربية أسقطت قنابل فوسفورية هناك، لكنه لم يسمع عن استخدام الثيرميت، وقال إن استخدام الفوسفور ليس أمرا جديدا. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة إجراء إصلاحات في الدولة السورية، وفي رده على سؤال بشأن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية والدعم الذي يتلقاه من طهران وتبعات ذلك دوليا، دعا روحاني الدول الغربية إلى وقف دعم ما أسماه بالمنظمات الإرهابية. ورأى روحاني أن الهجوم الصاروخي الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدة الشعيرات الجوية في حمص السورية فجر الجمعة الماضية يعد خطأ. اشتدت حدة المعارك في مركز الموصل القديمة وسط مقاومة عنيفة من قبل مسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة، وتفصل القوات العراقية بضع مئات من الأمتار عن جامع النوري الكبير ومناراته الحدباء التاريخية والتي تحصن حولها أكثر من 500 من مقاتلي التنظيم. ثلاثة أسابيع من المواجهة العنيفة في مركز الموصل القديمة التي يستميت عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في الدفاع عنها. بالمقابل لجأت القوات العراقية إلى استخدام وحدات مدرعة من الشرطة الاتحادية بالتزامن مع إعادة نشر وتوزيع الأدوار والمواقع لهذه القوات التي تحكم الطوق على أحياء باب الحديد والنبشيت وباب الطوب قبل ساعات من هجوم واسع عليها. حقيقة احنا ما نقدر نعالج هاي القناصين والحاديات الفوق الأمنية حفاظا على أرواح العوائل اللي موجودة هناك، بس احنا جاي نستعمل خطة التفاف وخطة هي راجلا بدون اي همر وبدون اي ناقلة نتقدم باتجاه العدو. لا يفصل الشرطة الاتحادية سوى بضع مئات من الامتار عن جامع النوري الكبير ومنارة الحدباء التاريخية، فيما يتحصن اكثر من 500 عنصر من مسلحي التنظيم وقناصته كخط صد له. سيواجه هؤلاء هجوما تشارك فيه قوات النخبة والرد السريع بخط متوازن وبكثافة نارية كبيرة. الأحياء الغربية للموصل لا تقل لهيبا عن مركزها. قوات مكافحة الإرهاب تحرز تقدما متسارعا بسيطرتها على حيي المطاحن واليرموك المحاذيين لمركز المدينة القديمة. قيادة العمليات المشتركة تقول إن انتزاع السيطرة على مركز الموصل القديمة سينتج عنه انهيار كل دفاعات التنظيم الذي جهز بالمقابل مئات الانتحاريين والقناصة لمنع أو إعاقة هذا الهجوم وفقا لتقارير الاستخبارات العسكرية. شفيق عبد الجبار، التلفزيون العربي. كشفت صحيفة ذا جارديان البريطانية أن مسؤولاً أمريكياً عرض خريطة لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دول على أساس أقاليمها الثلاثة القديمة متمثلة في طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب. وأوضح التقرير أن سيباستيان غوركا مساعد الرئيس دونالد ترامب هو المسؤول الأمريكي الذي اقترح تقسيم ليبيا قبل أسابيع من تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير كانون الثاني الماضي، فيما رد عليه مسؤول أوروبي لم تفصح الصحيفة عن اسمه بالقول إن ذلك سيكون أسوأ حل لمستقبل ليبيا. هذا ولم يتسنى التأكد من صحة تقرير الصحيفة من المصادر المعنية. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل.
عودة 3 رواد فضاء من المحطة الدولية بعد قضائهم 173 يوما فيها. أهلا بكم من جديد. قتل 9 جنود في تفجير انتحاري بمعسكر تدريب تابع للجيش على مشارف العاصمة الصومالية مقديشو. وقال مسؤول أمني أن الانتحاري كان يرتدي الزي العسكرية للجيش وقام بتفجير نفسه بعد دقائق من انتهاء الجنود من التدريب، وأضاف أن بعض المصابين في حالة خطيرة. وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري. وفي حادث منفصل لقي موظف بالحكومة مصرعه في انفجار قنبلة كانت مزروعة في سيارته. انتهت عملية تصويت الأتراك المغتربين على التعديلات الدستورية في مراكز الاقتراع التي افتتحت في السفارات والقنصليات التركية. وبحسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات التركية، فإن عدد المشاركين في التصويت في الدول الأوروبية بلغ أكثر من 1 مليون ناخب من أصل 2 مليون مسجلين في أوروبا. وتشير بعض التقارير إلى أن التوتر الحاصل مع بعض الدول الأوروبية دفع بالكثير من الأتراك إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية. على غير المنتظر، لم تكن نسبة المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية مرتفعة خارج تركيا، وإن كانت متقدمة عن سابقاتها من الاستحقاقات الانتخابية. مؤيدو التعديلات كثيرا ما سعوا إلى استنهاض الناخب التركي المقيم خارج بلاده بالاعتماد على المشاعر القومية عقب التوتر مع بعض دول أوروبا. يبدو أن الأزمة مع أوروبا لم تؤثر بشكل كبير على نسبة المشاركة، لكن قد يكون تأثيرها في الناخب المقيم في الدول الأوروبية، لأن معظمهم من فئة العمال والطبقة الفقيرة يتأثرون كثيرا بخطاب الرئيس أردوغان. مع اقتراب موعد الاستفتاء، يشهد الشارع التركي استقطابا حادا بين المؤيدين والرافضين للتعديلات الدستورية. فأصحاب نعم يسعون إلى رفع سقف أصواتهم بتكثيف الترويج لحملاتهم الدعائية، لكن ذلك لا يخفي الانقسام الحاصل بين صفوفهم الداخلية، وخاصة أولئك المترددين في قراراتهم من أنصار حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية. في حين أن كتلة الرافضين للتعديلات تبدو أكثر تماسكاً بين القيادة والصفوف الداخلية لاعتبارات تتعلق بالديمقراطية ورفض حكم الشخص الواحد حسب وصفهم. يقر أصحاب لا بتأثر الرأي العام التركي بعد التوتر السياسي بين بلادهم وبعض دول أوروبا، لكن على الرغم من نبرة الثقة المفرطة لخصومهم، إلا أن مراقبين يقرون بصعوبة التكهن بنتيجة الاستفتاء المرتقب. أحمد غنام، التلفزيون العربي، إسطنبول. والآن مع جولة في أخبار المال والأعمال. قالت وكالة فيتش للتقييم الائتماني في تقرير الأخير الذي خصت به القطاع البنكي المصري إلى أن البنوك المصرية ما زالت معرضة للمخاطر المرتبطة بعدم تأمين المستوى اللازم من الاحتياطي النقدي وبتراجع قيمة الأصول بسبب حالة التراجع الكبيرة التي سجلها الجنيه المصري. شهدت منطقة الفيوم جنوب القاهرة التي تعرف بكثبانها الرملية الناعمة وبحيرة قارون الكبيرة انطلاقة مهرجان الصحراء والذي يهدف إلى تشجيع السياحة البيئية في مصر. يذكر أن البيانات الصادرة عن وزارة السياحة المصرية تشير إلى أن الصحراء الغربية المصرية استقبلت 1,200,000 سائح في عام 2013. قدم بنك إنجلترا المركزي بمشاركة البنوك البريطانية التي تنشط في مجال الصيرفة الإسلامية دراسة شاملة لتنظيم احتياطي بنكي يتماشى مع الشريعة الإسلامية بهدف تقديم القروض ضمن نشاط التجزئة البنكي.
وقال بنك إنجلترا المركزي إن النشاط البنكي الإسلامي هو الأكثر نمواً حالياً وأنه سيقدم على اتخاذ خطة مماثلة بخصوص قطاع التأمين الإسلامي. انطلق أول قطار بضائع من محطة ستانفورد لهوب في إقليم إسكس في إنجلترا متوجهاً إلى مدينة يوي الصينية، وعلى القطار أن يقطع مسافة 12 ألف كيلومترا عبر 7 دول، وسيأخذ القطار 3 أسابيع للوصول إلى محطته الأخيرة، وهي نصف الفترة الزمنية التي تأخذها الرحلة البحرية عبر قناة السويس. اتفقت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين على تفعيل مفاوضات تجارية مباشرة تمتد ل100 يوم من أجل إعادة تنظيم العلاقة التجارية بين الدولتين والتخفيف من العجز التجاري الكبير الذي تبلغ قيمته الإجمالية 347 مليار دولار لصالح الصين. ووافقت الصين على تقديم تنازلات أساسية في مجال الواردات الزراعية والنشاط الاستثماري لا سيما في قطاع أشباه الموصلات الأمريكي من أجل تحقيق التوازن في العلاقة المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم. يبحث وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية 7 في اجتماع عاجل بمدينة لوكا الإيطالية الهجوم الكيميائي في سوريا والرد العسكري الأمريكي، ويهدف الاجتماع إلى الضغط على روسيا لإنهاء دعمها للنظام السوري، فيما يتطلع وزراء الخارجية إلى مناقشة الوضع في ليبيا، حيث تأمل إيطاليا في الحصول على دعم صريح للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس والتي تحاول بسط سيطرتها على المدينة فضلا عن بقية البلاد التي تشهد أعمال عنف. أهم أخبار الدوريات العربية والعالمية في هذه الجولة الرياضية. تختتم اليوم مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز بلقاء مثير يجمع أرسنال صاحب المركز السادس بمستضيفه كريستال بالاس صاحب المركز 16. وسعى أرسنال إلى تحقيق نقاط 3 لتقربه من المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما يطمح كريستال بالاس إلى الحصول على نتيجة إيجابية على أرضه وأمام جماهيره تبعده عن خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل. استطاع النجم راسل ويستبروك إحراز 50 نقطة ساهمت في قيادة فريقه أوكلاهوما سيتي إلى الانتصار على دينفر ناجتس 106 نقاط مقابل 150 نقاط، وذلك ضمن لقاء الفريقين في دوري كرة السلة الأمريكي NBA. فاز السائق الكندي جيمس هينكليف يوم أمس بسباق جائزة لونغ بيتش الكبرى ضمن بطولة إنديكار للسيارات. يأتي هذا النصر للسائق الكندي بعد 2 من تكبده إصابة خطيرة في جولة تجريبية لسباق أندي 500 ضمن البطولة ذاتها. حقق ديترويت ريد وينجز انتصارا كبيرا على نيو جيرسي ريد ديفلز بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن لقاء الفريقين في الدوري الوطني لهوك الجليد للمحترفين. تتواصل في تونس فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية الذي افتتح بعرض قطايتي للفنانة التونسية روضة عبدالله الحاصلة على جائزة أفضل عمل موسيقي في الدورة السابقة. وتشمل المسابقة الرسمية للمهرجان 12 عرضا موسيقيا، منها 8 عروض تونسية و3 عروض من كل من إفريقيا الوسطى والمغرب ومصر. تجسد الأغنية التونسية ثقافة البلد وتاريخه الفني العريق، ألحان عذبة مزجتها آلات موسيقية حديثة وقديمة في تناسق فني زاد الأغنية سحرا وجمالا. إنها
محاولة لاستيعاب التطور الفني مع الحفاظ على الهوية الثقافية، وهما ترجم في إشراك كافة الأنماط الموسيقية في هذه الدورة الجديدة من المهرجان. هناك عديد العروض الموسيقية متنوعة، المسابقة الرسمية كما عرفتوها، صالون صناعة الموسيقية كما عرفتوه، فما جديد مسابقة للطفل المبدع، فما تكوين محترف موسيقي خاص بالمحترفين في مجال الموسيقى. الفنانة التونسية روضة عبد الله التي فازت بجائزة أفضل عمل موسيقي في الدورة السابقة افتتحت المهرجان. تظاهرة يشارك فيها نجوم من دول عربية وأفريقية سيتنافسون للفوز بجائزة رسمية، كما فسح المجال للمواهب الشابة لصناعة نجوم في المستقبل. أتمنى أنه نقدر نتعرف على نوع موسيقى جديدة، هذا شيء كتير مهم لكل موسيقى، كل العالم اللي بتحب الموسيقى، لأنه الموسيقى لغة عالمية ما في حدود للموسيقى، بالعكس هذا الشيء الوحيد اللي يمكن مفتوح لكل العالم تتعرف عليه. لا صوت يعلو فوق صوت الموسيقى هذه الأيام في تونس، فالبلد يعيش على وقع مهرجانين للجاز والموسيقى في رسالة تبعث على السلام والأمان. موعد جديد لمحبي هذا اللون الموسيقي مع أيام قرطاج الموسيقية. المهرجان الذي تأسس في ثمانينات القرن الماضي يراهن اليوم على الانفتاح على الأنماط الموسيقية الحديثة العربية وخاصة الأفريقية. وسام الدعاسي، التلفزيون العربي، تونس. أعلن مركز إدارة التحليقات الروسي هبوط مركبة سويز فوق الأراضي الكازاخية وعلى متنها 3 رجال فضاء من محطة الفضاء الدولية. وقضى رواد الفضاء 3 وهم روسيان وأمريكي قضوا 173 يوما في المحطة الدولية، حيث كانوا قد وصلوا إلى المحطة على متن السويز في أكتوبر تشرين الثاني من العام الماضي. وتتطلب مغادرة الطاقم تعيين قائد جديد على المحطة الدولية، حيث تسلمت رائدة ناسا بيغي ويتسون قيادة المحطة الفضائية الدولية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. Sergei Ryzhikov, the Soyuz commander, first out of the Soyuz descent module. Yeah, sure thing, Rob. Spectacular really does describe it. I mean, it was once all three of the crew members are there, we'll do what's called the welcoming ceremony. بأخبار الفضاء نأتي إلى نهاية هذه النشرة. زوروا موقعنا على الانترنت العربي.tv، كما بإمكانكم إبداء الآراء والمقترحات على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله.